يستدل بالنجوم على أوقات الزرع فصول السنة الجهات، هذا جائز، ومنه ما هو واجب، يستدل بالنجوم على جهة القبلة. مفهوم؟ إذن علم النجوم ينقسم إلى قسمين، تأثير وتسيير. التأثير شرك أكبر أو شرك أصغر، والتسيير جائز أو واجب. قال مرة أخرى باب، قال باب ما جاء في التنجيم. في التنجيم ما لم يقل من الشرك، لأنه منه ما هو جائز واجب، منه ما هو شرك أكبر أو شرك أصغر. ثم قال باب ما جاء في الاستسقاء للأنواع، يعني طلب السقيا من إيش؟ من النجم. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في القول المفيد، يقول ذهب الاستسقاء بالأنواع ومطبنا بنوع كذا وكذا، وجاءت المنخفضات الجوية، قال هذا منخفض جوي مصحوب بنزول أمطار. صحيح؟ إيش علاقة المنخفض؟ منخفض هو ما ينزل المطر، منزل المطر الله سبحانه وتعالى، لا تقول منخفض جوي ولا غيره. مفهوم؟ أي نعم، مطرنا بمنخفض جوي، هذا تماما كالذي قالوا مطرنا بنوع كذا وكذا. وقال هذا احنا في فصل ايش مثلا، او امطار تاتي للجزيره العربيه عندكم، قال وسم، ما عليك بالوسم، ايش علاقه الوسم؟ مفهوم؟ وسم ما هو منزل المطر، منزل المطر هو الله سبحانه وتعالى. نعم. قال باب قولي يا اخوان، النعم ينقسم الناس عند النعم الى مؤمن وكافر. النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد صلى بنا، صلى لنا صلاة الصبح بالحديبية على إثر السماء، يعني مطر غيث كانت من الليل، فقال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، بسبب نعمة. فما بالك نعم، انتبه، حال النعم تنسب النعمة لمن؟ إلى الله.